الو. الو، ايوه، ازيك يا اسامه؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ازيك؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ انا زي الفل الحمد لله. الله يخليك، كل سنه وحضرتك. وحضرتك طيبه. اتعرف بيكي؟ ممكن بلاش الاسم يعني؟ جدا. طب كام سنه؟ حاضر. انا 25. مرتبطه؟ انا متجوزه ومعايا ابي. متجوزه عن حب ولا جواز تقليدي؟ لا، عن حب طبعا. طبعا. طب جميل. قد ايه حب قبل الجواز؟ ثلاث سنين. ثلاث سنين حب وبعد كده خطوبة وجواز، مش كده؟ خطوبة 4 سنين ودلوقتي احنا متجوزين الحمد لله. بقالكوا قد ايه؟ يعني بقالنا 4 سنين. طب تعالي نعمل عملية حسابية صغيرة كده. اتفضل. طيب نرجع من 25 نشيل 4 و4، يعني 4 جواز، يبقى اتجوزتي وانت عندك 21 سنة صح؟ ايوه. ونشيل 4 كمان خطوبة، يبقى اتخطبتي وانت عندك 17 سنة؟ لا، انا كنت في الثانوي. الثانوي عام. ما انت بتقولي 3 سنين حب و4 خطوبة و4 جواز. طب يبقى اتخطبتي يعني ثانوية عامة 17 سنة 18 سنة. ونرجع 3 سنين يعني حبيتي وانت عندك 14 15 سنة، مش كده؟ لا، مش قوي كده، ممكن اكون حسبت الحسبة غلط بس. طيب يا ستي قولي لي ايه الحكاية؟ انا في حبيته يعني. طب جميل. لا والله ما فيش حكاية ولا حاجة، انا بس من خلال برنامجك وكنت عايزة اوصل له حاجة بجد قد ايه هو. انا عمري ما هشوف انسان زيه. ربنا يبارك لك فيه يا رب. والله العظيم انا عايزة اقول لك حاجة، ان انا مش عارفة ربنا بيحبني قد ايه عشان اداني الانسان ده. يعني نفسي اقول للدنيا كلها ان هو اغلى حاجه عندي، هو ماليش غيره في الدنيا. ربنا يبارك لي فيه. ويعني لو اي حاجه في الدنيا حلوه، بص، قليله عليه. لو قلت له كل حاجات الدنيا الحلوه كلها قليله عليه فعلا. ربنا انا قلت له قبل كده ان انا يعني ان شاء الله هتصل بيك وهقول له، هو ما صدقنيش. قلت له لا، هيجي في يوم وهتلاقيني بتصل وهقول لك ان انا اتصلت ببرنامج اسامه، واقول للدنيا كلها. انا عارفه ناس كتير جدا بتسمعه، واقول له ان لا، ان انت حاجه غاليه جدا جدا جدا، ربنا يبارك فيك. الاول هو سامع دلوقتي؟ خلوق يعني. نعم، هو يا رب يكون سامع. سمعني. ايه؟ مش سامعك؟ لا، مش سامعني. طيب عموما لو حبيتي تسمعيه الحلقه بكره باذن الله هتكون على اليوتيوب، هتكون الحلقه بتنزل على اليوتيوب، تقدري تنزليها بكره وتسمعيها. بس انا عايزه اقول لك ان هو لما يبقى الحب من انسان ده فعلا بكامل معنى الاحترام، وبيحترم فعلا حاجه اسمها حب، وبيحترم كل معاني كده الانسانيه في الحب، هو ده الحب. مش ممكن، مش لازم يكون بكلام، او مش لازم يكون يعني كتر كلمة بحبك تبين الحب. لا بالعكس. يعني هو حبه ليكي، حبه ليكي افعاله ومواقف اكتر. جدا. انا عايزه اقول لك على حاجه، انا اكتشفت كمان ان بعد الجواز يعني ان الاهتمام والمواقف هي اللي بتثبت الحب اكتر من الكلام. لان طبيعي في الخطوبه بيبقى الكلام كتير والهدايا كتير، ويعني وسبل يعني وسائل ان انت تعبر عن حبك كتير، لكن بعد الجواز الامر بيختلف، بيبقى اهتمام، مواقف، جدعنه، رجوله، خصوصا ان هو بيبقى بيغنيك حتى عن الاهل. بصي هقول لك حاجه، يمكن يعني تعالي نتكلم. انت الموضوع عندك مقسوم لجزئين، يعني زوجك. خلينا نوصف الحاله دي بتبقى موجوده ازاي في اي علاقه عاطفيه او علاقه زوجيه. ليها شقين. اول شق ان هو يكون شخصيه من باك جراوند او من تربيه او من بيئه او من نشاه ناشئ صح. يعني الاهل اللي ربوا وكبروا وطلعوا راجل، طلعوا راجل بمعنى كلمه راجل. دي نقطه مهمه جدا قبل اي حاجه، قبل الحب حتى كمان طبعا. وفوق ان هو طالع راجل متربي ومحترم ومتربي على رجولة، يعني زي ما بيقولوا كده في المثل الأمثال البلدي، ابن الراجل راجل طبعا. فطالع راجل بمعنى كلمة راجل، ربنا كمان حباه بحب شديد لزوجته ولأسرته ولأولاده، فبقى بيتعامل بحب ورجولة. ودي للمعادلة لما بتكمل في أي بيت بتبقى الحياة أسعد وأجمل ألف مرة. على فكرة الرجولة ما هياش غباوة ولا صوت عالي ولا غيرة ولا شك ولا حرمان ولا خنقة. أنا دايما أبدا بشوف أن الرجولة دي بتبقى في هدوء الراجل وكماله وعقله وشكته في تصرفاته، قد ايه هو بيتصرف ازاي، حلو يعني حسب الموقف اللي بيواجهه قدامه، بيتصرف منتهى الحكمة والعقل.
ممكن في ناس تانية تشوفها لا قله مثلا رجوله, لا مش قد لا 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 خالص الشخط والنطر بقى والحاجات دي في مجتمعنا. انت عارف بقى المجتمع المصري حاجه زي كده. ما هو مع الاسف مع الاسف المجتمعات العربيه كلها بتعتقد ان الرجوله دقن وشنب, وان الرجوله صوت عالي ويعني تركيبه كده مش هو ده. هقولك الحاجة, مش هقولك مواجهتناش مشاكل لا كتير, بس فعلا انا عرفت اتعدى المشاكل دي بصبره وحكمته وعقله وذكائه. يعني بجد يعني والله بتمنى اي بنت في الدنيا ان ربنا يرزقها يعني بزوج زي زوجي كده. عموما ربنا ممكن اطلب منك اتفضلي تحت امرك. ممكن يعني اهدي له اغنية؟ اتفضلي. كنت دايما انا بهدي له اغنية اسمه ايه دوت وائل جسار اللي هو أغنية اللي هي بحبك مش هقول تاني, بحبك مش هقول تاني لوائل جسار. هو اللي كان يقولها لي بس أنا دايما طب ما تفكري في غنوة أنت اللي تقوليها له. أنا اللي أقولها له؟ مش هقول له شيرين, أنا بحب شيرين جدا. كل ملكك لشيرين. كل ملكك لشيرين. بصي ربنا يكتب لكم كل الخير والسعادة ويوفقكم ويملى بيتكم خير وبركة, ويبعد عنكم الناس الوحشة, لأن الناس كتير قوي الوحشة لما بتشوف حد مبسوط وسعيد في بيته وما بيهنا لهمش بال إلا لما يهدوا الدنيا. بشكرك جدا على تليفونك, وبتمنى يا رب لك كل السعادة والحب.